فين؟ فظيع يعني ايه فظيع؟ يعني شكرا لك. ايه جديد؟ عامل ايه؟ تعمل ايه يا جدع؟ هو في كوبايات المجازين تتلم في كوبايات يا جدعان. ايه دي الحاجة اللي بتلم؟ اللي بتنفوا فيها بتشربوا فيها وبتاكلوا فيها. عمري شكل كنت ومالكم جلاد جي عم نايمين ولا يجي الإفضال هلا حتى تكون نايمين لا يجي الإفضال بس نطي أبا عملتوا شيء لا أنا خارج نايم شوي عامل لا هو نايم هو نايم وأنت كمان نايم يا الله شو حيمشي حاله لا شو بدك لا شو بدك نسيم نايم نسيم نايم حدا لا حصلت أخيك نسيم حدا بس هيك بدي خبري خبريه انه مرت انه يناموا بالشو اسمه يناموا كانوا بالبيت قبل ما يجوا كنترول فيكم دم رولون جاي من السفر بقى لها ساعه جاي انا جد كنترول هلا بكون تغدى انت مهني انت لسه ما جاش بعد ما اجى انت مهني من اصلا انت مهني انا يمكن يجي بكره الصبح يا بكره الصبح يا الليله بالليل كنترول فيكم دم رولون عملوا لنا بق 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 عشان يصحوا هذه جاي اليوم متاكد هذا قال لي شو عرفني حنان مثل مثلك مش هيك متاكد عم بتعاملنا على فكره بطريقه ما بحبها انا من لما اجيت هالجماعه بتعطيك مي ما بقى تحكي معي بهالطريقه ما بقى تحكي هالطريقه عن جد عم بحكي ما بقى تحكي هالطريقه ما بقدر هالجمله ليه عم بتعاملني هيك ما حدا عاملك بشي حنان بيع خلص كده سكتت خلص سكتت ما راح اسكت بحكي شو بدي وانا حر بدي احكي مثل ما بدي كيف ما بدي خلص رفيق عن جد ما بنحكى معك عن جد تغيرت من الجو شباب انت براسك من غير براسي عم بتخايف سكت حنان سكت سكت وطلع اوضتك شوف شو بدي يصير فيها شوف حنان سكت وطلع اوضتك انا فاكرين تغدينا ايه ده؟ انا الغدا مخدرني كنت وصل معاه الغدا موتني انا غير تغديت من هنا بموت انا بعد انا اذا بتعطوني هلا اذا بنام بعد ساعتين بوعه تمام لا نام بوعه لا بعد ساعتين هيك بوعه خلص طال بعد الظهر نزل حط كله نام الهوا ما فيش حدا مش حدا نام هم تبكوا بتقلنا حقهم